المعلومة يا شباب، إذا كنت بتغير الفحمات الأمامية أو الفحمات الخلفية، طبعا بيجي الفني بيشتغل لك، بيشيل الفحمات القديمة، بيركب لك فحمات جديدة، بيشيل المسمار هذا بشحمه، يعني بيسوي لك الأمور كلها في السليم زين، بشحم هذول المسامير علشان يسهل حركة الكليبر. لكن في نقطة ما يسوونها، أنا أتحداهم يسوونها، أو أكبر ورشة تسويها، اللي هي حساس الاي بي اس. انت مره غيرت القماشات وخليت الفني يفك لك حساس الاي بي اس وينظفه؟ ما اعتقد سويته. طبعا حساس الاي بي اس يجي على الاربعه الكفرات. كلم الفني في حاله تغيير الفحمات الاماميه او الفحمات الخلفيه او القماش الخلفي، بعضهم يجي قماش، قل الفني فك هذا كلها مفتاح 10 او مفتاح 8 وشيل الحساس وخليه ينظفه. شوفوا يا شباب، الحين فكيته، شوفوا شلون شكله. هذا شكله كذا. شلون يعطيك القراءة صحيح؟ مستحيل يعطيك القراءة صحيحة. ليش؟ لأن فيه برادة، فيه أوساخ، فيه طين، فيه رمل، فيه طبعا برادة الحديد، برادة الفحمات، كلها موجودة. ما راح يعطيك قراءة صحيحة، علشان كذا لابد انك تنظفه. طبعا هذا الحساس بعد التنظيف الحمد لله اموره طيبة. طبعا ما انت بخسران يا الميكانيكي يا الفني انك تنظف الحساسات للزباين اللي يتبعك، علشان يكون شغلك نظيف ويجونك الزباين ويثقون فيك. طبعا التنظيف يا تاخذ لك ال W40 او بوجمل او الاسيديلكو، انت حر ابد، لو شوية بنزين، لكن يكون بعده تنشفه مضبوط، يعني لا يصير فيه حاجة او شيء لاصق من الحديد. امورك طيبة.